أهلا بكم. أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني مع اختتام مناقشاته مع الحكومة التي عقدت خلال الفترة الماضية عن بعد. وأعلن الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم أن الأردن في ظل مواجهة الجائحة بحاجة إلى دعم مالي قوي من المقرضين الدوليين في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت مؤشرات النمو الاقتصادي بالتراجع، إذ تشير توقعات الصندوق إلى تراجعه 3% خلال العام الحالي. واقترح الصندوق تقديم جزء من الائتمان الذي يمنحه إلى عام 2021 الذي كان من المتوقع الحصول عليه في السنوات الأخيرة للبرنامج، حيث يبلغ إجمالي مدفوعات الصندوق من خلال البرنامج 1.7 مليار دولار. ورئيس غرفة الصندوق قال الأردن علي عباس دعا في بيان صحفي الحكومة والبنك المركزي إلى مراقبة أي تطورات على أوضاع القروض المتعثرة للمحافظة على الوضع السليم للنظام المصرفي في الأردن ومواصلة الإصلاحات الهيكلية خاصة في قطاع الكهرباء. أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إجراء مراجعة لمطالب ممثلي القطاع السياحي وتحديد ذات الأولوية منها خلال اجتماعات عقدت على مدار يومين مع رؤساء وأعضاء الجمعيات السياحية وممثلي القطاع السياحي في البتراء والعقبة، بهدف الوصول إلى مصفوفة موحدة تساعد على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة لرفعها إلى مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات المناسبة. للحديث عن أبرز ما دار خلال الاجتماع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح. أهلا بك سيدي. مساء الخير. مساء الخير سيدي. ما هي أبرز المطالب ذات الأولوية للقطاع وكيف كان تجاوب الوزارة خلال الاجتماع؟ سيدي الله يمسك بالخير. يعني هي وزارة جديدة وحكومة جديدة، قام وزير السياحة في زيارة للجمعيات السياحية في مقرها قبل أسبوع، واستمع لكل جمعية على حدة في تطلباتها ومطالباتها وأهم ما ينقص هذا القطاع وما ينقص هذه الجمعيات. كنا 6 جمعيات سياحية، النقل والفنادق والأدلاء والمطاعم والتحف الشرقية، بالإضافة إلى شركات السياحة والسفر اللي هم إحنا. قدمت كل الجمعية ورقة عمل تخصها وتهمها في خصوصية كاملة، ولكن تتشارك طلبات الجمعيات السياحية تحت مظلة وزارة السياحة في أشياء كثيرة. نعم. ما هي؟ مكاتب سياحة وسفر، يعني هم من ديمومة المكاتب، ديمومة القطاع، ديمومة العاملين في قطاع المكاتب السياحية. وكانت لنا طلبات محددة ومعروفة من شهر 3 من أول الجائحة لغاية الآن لم تتغير، وهي الحفاظ على العمالة ودفع رواتب الموظفين. احنا عم ندفع رواتب موظفين من شهر 3 لغايه الان 10 اشهر اللي هو المكاتب السياحيه بتدفع رواتب للموظفين. نعم، ندفع احنا 50% من رواتب الموظفين بناء على اوامر الدفاع، ومن شهر 3 للان وبدون اي دخل. نحن في تعطل كامل، مكاتب السياحه والسفر معظمها في تعطل كامل، ولكن التكلفه اللي علينا لسه عم ندفعها اللي هي الرواتب والاجارات والكلف التشغيليه. يعني الكلف التشغيلية يجب أن يكون هناك، هذا من طلبات التي قدمت اليوم ورقة عمل لوزارة السياحة. نعم. ولوزير السياحة وأبدى اهتمام كبير فيها العمالة والموظفين، الكلف التشغيلية، الأجرات، وأن يكون هناك تسهيلات بنكية. قطاع متعثر، قطاع بقدر أقول أنه منكوب، وأنا يعني الوزير عم بيعمل جهده، وزير جديد قديم بالنسبة لنا، يعني متفائلين جدا في قدومه. السيد محمد، يعني شو مدى استفادة القطاع من برامج أو من البرامج التي أعلنتها الحكومة؟ أني برامج سيدي؟ في البرامج السابقة مثلا. خليني أكون صادق معك، يعني هي البرامج الوحيدة اللي استفادت منها مكاتب السياحة والسفر إعفاء الرسوم من هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة. نعم. يعني 500 دينار و2000 دينار مش لكل المكاتب اللي هي مشتركه في هيئه التنشيط. يعني البرامج لم تستفيدوا منها انتم نهائيا؟ لا مش يعني الضمان الاجتماعي لم نستفد منه، رواتب الموظفين ما زلنا بندفع 50%. نعم. احنا اللي بندفعها مش اي حدا ثاني بيدفعها. نسب الضمان الاجتماعي ومساهمه الضمان الاجتماعي وما زالت عم ندفعها احنا كمكاتب سياحيه. يعني انا بما انه راتب الموظف نزل من 100% ل 50%، ليش بقول لك تدفعنا على 100% انت كضمان اجتماعي؟ كان في مناقشه وطرح. احنا السنه هاي تم اغلاق 60 مكتب، يعني تصور انه 60 مكتب اغلق من شركات مكاتب السياحه والسفر، مع انه اعفاء من رسوم الجمعيه، اعفاء من رسوم وزاره السياحه، اعفاء من هيئه تنشيط السياحه، ومع ذلك
رأى كثير من المستثمرين الإغلاق التام لمكاتبهم. الله يعلم من هون لآخر السنة كم مكتب راح يكون مغلق. يعني صراحة هذا رقم كبير، 60 مكتب يعني، وحتى طبعًا العاملين فيه هدول راحوا على البطالة الآن. أكيد. طبعًا يعني عندنا 782 مكتب. سكروا 60 مكتب يعني سكر إلى الآن. 60 مكتب. طيب، طب وجهات سفر المواطنين حالياً؟ ومستوى اسعار التذاكر كمان وغايات السفر، ليش الناس هلا قاعده بتسافر؟ هل في عروض؟ يعني اللي بيسافر اللي مضطر اصلا يعني ما مش اللي بيكون عنده اقامه بده يرجع على البلد اللي كان فيها، اللي بيكون بتعلم بيرجع على الدوله اللي كان يتعلم فيها، اللي بيكون يتعالج الى اخره، ولكن السفر محدود جدا 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 جدا. و يعني ما بقدر اقول لك انه ممكن شركات السياحه او المكاتب السياحيه تتعامل مع التذاكر انها في استفاده قليله جدا ومحصوره جدا. طب سيد محمد ممكن لو كان في عروض مثلا على يعني اسعار التذاكر كانت زهيده مثلا نشجع الناس انها تطلع سياحه ممكن؟ يا سيدي السياحه متعطله. انت بتحكي عن 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 تشغيل محدود للمطار وللمطارات. يعني اليوم سمعت خبر انه في المانيا انه الفنادق والمطاعم ستغلق لاخر شهر 11. يعني فاحنا والعالم كلياته والعالم اجمع، اذا لم يكن هناك في مخارج صحيه لهذا الوباء لهذه الجائحه فاحنا وضعنا صعب. احنا بدنا نحافظ على ديمومه هذا المكتب لحين الخروج. صحيح. احنا يعني الحفاظ على هذا على ديمومه هذه المكاتب. صحيح. وهذه العاملين في المكاتب موظفين استثمرنا فيهم، موظفين ذو خبره. صحيح سيدي، يعني يجب تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحه وهو من القطاعات الاكثر تضررا، موقوف يعني بشكل نعم كامل. نعم. رئيس جمعيه العمل قبل كم من يوم كان له تصريح انه من اكثر القطاعات المتضرره هو قطاع السياحه. صحيح. رئيس جمعيه وكلاء السياحه والسفر محمد سميح، شكرا جزيلا لك. في ظل تباطؤ احتواء الجائحة وغياب الاستجابة المنسقة بين مختلف الدول لوضع بروتوكولات مشتركة، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، أعلنت عدة منظمات دولية نتائج تأثير الجائحة على قطاعات النقل والسياحة والاستثمار. منظمة السياحة العالمية قالت إن حركة السياحة الدولية تراجعت بنسبة 70% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، ويمثل تراجع قدره 700 مليون في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي، أي أكثر من 8 مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009. الاتحاد الدولي للنقل الجوي أعلن انخفاض إجمالي إيرادات الطيران العام المقبل بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن حوالي 1,300,000 وظيفة معرضة للخطر في شركات الطيران ما لم تتحرك الحكومات بسرعة وتتخذ إجراءات حازمة لتجنب هذه الكارثة الاقتصادية والعمالية الوشيكة وتسريح العمالة. أما الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، كشف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تراجعه بنسبة 49% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بعد أن عمدت مختلف الشركات إلى تأجيل الاستثمارات للحفاظ على السيولة، حيث أشار التقرير إلى أن استقرار تدفقات الاستثمار في الصين التي كانت مصدر الوباء العالمي. أعلنت شركة الملكية الأردنية عن تسجيل خسائر خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 107,200,000 دينار، مجددة مطالبتها بدعم حكومي. وأعلنت الملكية في بيان صحفي أن معدل انخفاض أعداد المسافرين بلغ 74% خلال عام 2020، حيث نقلت الملكية نحو 665,000 مسافر لنهاية الربع الثالث مقارنة مع 1,600,000 مسافر لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تخدم حاليا وجهات سفر محددة لعزوف المسافرين عن السفر والقيود الحكومية للدول على السفر. وأرجعت الملكية في بيان لها عقب مصادقة مجلس الإدارة على البيانات المالية هذا التراجع إلى التأثير السلبي للجائحة وإغلاق مطار الملكة علياء الدولي.